شايفين؟ عشان احسب صافي القيمه الحاليه في حاله ثبات الظروف الاقتصاديه اهو هذا الجدول اللي احنا خدناه من قبل. طب في حاله تغير الظروف الاقتصاديه اهو نفس الكلام، يعني بس بختصر الكلام، في حاله ثبات الظروف وفي حاله تغير الظروف الاقتصاديه بصمم هذا الجدول، وفي حاله تغير الظروف بعمل هذا الجدول اللي انتم شايفينه امامكم على السبوره. طبعا انت بتحسب دلوقتي معامل زي ما احنا عارفين، ادي السنه بتاعتنا 1 2 3 4 5 وليه لحد الخمسه؟ لانه هو اللي قال في المعطيات ان المشروع بتاعك 5 سنوات، تمام؟ يعني ليه من 6 ولا 7؟ لان هو اللي قال التي اللي هو التايم اللي هو الوقت بتاع المشروع 5 سنوات، فبتبدا بالسنه 0 اللي هي فتره التاسيس، وبعدين بتعمل السنوات بتاعتك الخمسه اللي هو قال لك عليها في المعطيات. طبعا ال 600 دي جت منين؟ طبعا دي معطى برضه هو اللي حكى لي عنها، هو اللي قال لي التكاليف الاستثماريه للمشروع 600,000 ريال، فانا بكتبها اهي، يعني دي معطى ما مش من حسبنا. طيب معامل الخصم فين؟ قال لك عند 12%، برضه هو اللي اعطاني 12%. طيب مين اللي حسب الحسبه دي؟ انت اللي حضرتك هتحسبها، ما احنا حسبناها 20 مرة دلوقتي من فيما قبل، ما في المحلقات السابقة حسبناها، حسبنا معامل الخصم، فعرفنا نحسبه ازاي؟ هحكوه لك اهو باختصار، 1/1 و 12%، لان سعر الفايدة كام؟ سعر الفايدة هنا كام؟ 12%، يبقى 1/1 و 12% اس 0 يعني بواحد، بعد كده 1 و 12% اس 1 يعني الرقم ده، 1/1 و 12% اس 2 يعني الرقم ده. طيب الرقم الاخير ده جه ازاي؟ 1/1 و 12% اس كام؟ اس 5 هيديني الرقم ده. يبقى انت لازم حضرتك هنتعلمنا مرارا وتكرارا ازاي بنحسب معامل الخصم، حسبناها كتير. طيب تمام الكلام ده كويس جدا. طيب بالنسبه للتدفق النقدي في حاله ثبات الظروف الاقتصاديه، ما انت لسه قايل لي من شويه ان الظروف الاقتصاديه لما انا حسبت الظروف الاقتصاديه طلع الرقم بتاعي كام؟ طلع 400، طلع كام؟ 400 اهي. يبقى هنا 400 ناس نكتبها باللون الاخر اهي 400، مش انت حسبنا دلوقتي صف تدفق النقد السنوي قبل تغير الظروف، قبل تغير الظروف 400، يبقى هنا 400 وهنا 400 وهنا 400 وهنا ايه 400. طيب اضرب بقى، طبعا لما ضربنا الواحد في 600 للتكاليف الاستثماريه اعطتني كام؟ اديتني برضو 600، ما بين قوسين يعني تكاليف خارجه، يعني تدفقات نقديه خارجه. طيب اضرب بقى، اضرب 400 في 893 من 1000 هحصل على الرقم هذا، وبعدين اضربها في 797 هحصل على الرقم هذا، وهكذا زي ما اتعلمنا. طيب يبقى اول رقم هنا هيبقى كام؟ قال لك يا سيدي هيساوي 357 فاصل كام؟ فاصل 2. طيب لما اضرب 400 في 797 من 1000 هحصل على كام؟ قال لك 318 فاصل كام؟ فاصل 8. 400 في 712 من 1000 284 فاصلة كام؟ فاصلة 8. 400 في 636 من 1000 هتعطيني كام؟ 254 فاصلة 4. وآخر رقم هيعطيني 218 فاصلة كام؟ فاصلة 8. طيب لما أجمع دلوقتي الرقم ده، طبعا احنا اتعلمنا الحكاية دي مرارا وتكرارا، لما أجمع تدفقات الدخلة مع بعض أهي دي زائد دي زائد دي زائد دي زائد دي زائد دي وأطرحها من ال 600 هحصل على هذا الرقم في حالة ثبات الظروف الاقتصادية. طب في حالة ثبات الظروف الاقتصادية قبل تغير الأحوال كان المشروع كسبان ولا خسران؟ قال لك لا والله ده كان كسبان. كان كسبان كام بالظبط؟ قال لك الدخلة مجموع الدخلة دي مع بعضها، مجموع الدخلة يعني كانت في حدود 1434 1434 الكلام ده ناقص كام يا شباب؟ قال لك ناقص طبعا التكاليف الخارجه اللي هي 600، يبقى الكلام ده من الاخر كده بيساوي كام؟ ها في حاله ثبات الظروف الاقتصاديه قال لك بيساوي 834,000. 834 يعني كان المشروع ده كسبان كتير جدا في نهايه الخمس سنوات، المشروع ده كسبان 834,000 ريال قبل تغير ايه؟ قبل تغير الظروف الاقتصاديه، قبل تغير الظروف الاقتصاديه. طب بعد تغير الظروف ايه اللي جرى؟ هنشوف ايه اللي جرى. تعالى انت مش بتحكي لي بتقول لي ان صافي تدفق النقد السنوي، صافي تدفق النقد السنوي كان قبل تغير الظروف 400 400 400، نعم وفقا للمعادله اللي احنا حسبناها فوق الواحد وتحت الواحد وتغير الظروف والكلام هذا حسبنا طلع 345. قال لك نعم، يبقى دلوقتي في السنه الاولى كام؟ قلت لي هيبقى 345، والثانيه كام؟ برضه نفس الكلام متوسط، لانه احنا حسبنا المتوسط، يبقى 345,000. طيب يا شيخ العرب يلا احنا عايزين نعمل ايه؟ هنضرب هذه الارقام في معامل الخصم. يبقى لو ضربنا 345، طبعا احنا لو ضربنا الواحد معامل الخصم واحد في برضه التكاليف الاستثماريه، واحد في 600 اهي 600 تعطيني برضه 600 اللي هي التدفقات الخارجه ما بين قوسين اهي، يبقى واحد في 600 ب 600. طيب انا عايز اضرب ايه دلوقتي؟ اضرب معامل الخصم في 345 عشان اجيب الرقم ده، واضرب برضه 797 في الرقم ده عشان اجيب الرقم ده، فاهمين؟ يبقى انا امشي دلوقتي، يبقى 345 في 893 هحصل على الرقم اللي هكتبه بالاله الحاسبه ده، الرقم الحاسبه الاله الحاسبه تعطيني كام؟ هتعطيني 308 فاصل كام؟ فاصل 1. طب في الحالة الثانية لما اضرب ده في ده هيحصل على كام؟ قال لك هيحصل على 200
275. طب لما اضرب الرقم نفس الرقم في 712 من 1000 هحصل على كام؟ قال لك هحصل على 245. وكام؟ قال لك 6 من 10. بعد كده هحصل على كام؟ قال لك 219. 219 فاصلة كام؟ فاصلة 4. اخر حاجة هحصل على كام؟ 188 فاصلة كام؟ قال لك فاصلة 7. طيب برضو نفس الكلام، اجمع الدخل ونقص الخارجة، اهو اعمل قوس اهو الكلام ده، اجمع الرقم ده مع الرقم ده مع الرقم ده مع الرقم ده مع الرقم ده واطرح منه 600 اللي هي الخارجة، يعني الدخل ونقص الخارجة، الدخل ونقص الخارجة، هحصل على كام؟ الحسبة الصغيرة اللي هي دي، اهي الحسبة دي بتقول ايه؟ بتقول لي هتبقى 1226 1236.8 ناقص 600 اللي هي التكاليف الاستثماريه، يعني الخلاصه هتطلع كام؟ الخلاصه يا شباب هتطلع لي طلعت لي كام؟ 636 ها 636.8 636.8. طيب كلام جميل جدا، يعني قبل تغير الظروف المشروع ناجح 834. طب بعد تغير الظروف ايه اللي حصل؟ هل اصبح هذا الرقم رقما سالبا؟ هل تحولت الاحوال من رقم موجب الى رقم سالب ولا لا ما زال رقما موجبا؟ هو انخفض شويه، يعني انخفض من 834 ل 636,000. هل اصبح المشروع خسران عشان الدنيا اتغيرت والظروف اتغيرت عشان اسعار قلت والكميات مش عارف ايه والتكاليف حصل فيها ايه؟ هل المشروع تحول سعر القيمه الحاليه قبل تغير الظروف من رقم موجب الى رقم سالب بعد تغير الظروف؟ هتقول لي والله وفقا للحسابات اللي احنا حسبناها ما زال المشروع مربحا، يبقى اذا هذا المشروع اللي احنا معانا البيانات بتاعته مشروع ناجح وناخذ قرار بقبول تنفيذ هذا المشروع. لماذا؟ لانه ليس لهذا المشروع اي حساسيه تجاه تغير الظروف الاقتصاديه من ارتفاع تكاليف الانتاج او انخفاض تكاليف الانتاج او انخفاض سعر البيع او تغير زياده سعر البيع، يعني تغير الظروف الاقتصاديه ما لم تؤثر على ربحيه المشروع وبالتالي يقبل هذا المشروع ولا يرفض. اذا القرار الخلاصه يقبل المشروع لانه ما زال موجبا.